اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج وقف تقولك. احنا متواجدين في محلات احمد عبد الجبار صعبني، ورح نبلش حلقتنا اليوم من هون وننطلق للشارع ونسال الناس شو رايكم في الاشاعات، كيف تتعاملوا مع الاشاعه لما توصلكم؟ هل بالاول تستفسروا عنها ولا دغري بتحكم عليها انها صح ولا شو بالضبط؟ كل هذا رح نعرفه اليوم في وقف تقولك، والحقوني. نائل مدلج، اهلا وسهلا فيك. مثلك موضوع حلقتنا اليوم عن الشائعات او الاشاعات، شو تاثيرها على الناس وشو ممكن تؤدي؟ طبعا شيء معروف تاثيرها على الناس سلبي، بدها تؤدي لمشاكل، خلافات، لاطواش، لمشاحنات، كل الاشياء السلبيه. طيب شو برايك، شو سببها او كيف طلعت هاي الظاهره؟ موجوده يعني زادت مؤخرا وكانت موجوده كل الوقت؟ لا، هاي موجوده من يوم ما الله خلق الناس. سببها برضو أشياء سلبية بطبيعة الإنسان، أنانية، حب النفس، أشياء زي هاي. طيب رأيك أنت إذا وصلتك إشاعة عن أي حدا أو عنك كيف تتصرف؟ بخليها إلي، إذا 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 تيقنت مش يعني مش غلط أنشرها، أو بخليها إلي. هاي باختصار يعني. أنا في النهاية بدي أشكرك على رأيك، ورح نعطيك هدية مقدمة لك من سوق البلد. من كلك كل عام بخير. أنت بخير، كل عام بخير. السلام عليكم، اسمي عبيدة زيد من فلسطين، أو بالأحرى من فلسطين 48، أو كيف بيحكوا لنا عرب الداخل، مش مهم التسميات. المهم إنه أنا موجود بين خيارين، يا إما بكون عربي فلسطيني، يا اما بكون عرب اسرائيلي. وعلى الجهتين احنا ماكلينها، لانه راح نضل عرب مقموعين، مهجرين، لاجئين. تعرفوا شو بفكر؟ بفكر مرات شو الحل، بدورها براسي منيح وبلاقي حل، بتخلى عن أصلي وبهاجر أو بموت. والموت في بلادنا أهون من العيش بذل. بس مرات بسأل حالي ليش، هذا السؤال دايما بسأله، ليش في حدود؟ ليش مقسمين أجزاء وأشلاء؟ ليش منقول عالم عربي؟ ليش منقول وطن عربي؟ حضن عربي؟ ليش سوريا محصورة عندي بشاشة التلفزيون أحضر دراما وأقول أهلين بالزعيم، أهلين بأباضيات الشام؟ ليش لبنان عندي محصور بأغاني وديع الصافي فيروز؟ ليش مصر أم الدنيا ما تفتح ليش بابها؟ ليش وليش وليش؟ في الآخر ما ضلش قدامي غير أدعي لربي، يا رب يا رب ارحمنا، يا رب يا رب ارحم فلسطين وارحم سوريا يا رب. وسهلا فيك. بدي اسالك، احنا اليوم مقربين على العيد وبظل الاوضاع صعبه، شو بتقول لنا؟
نكون احنا الله يتقبل منهم طاعتهم ان شاء الله رب العالمين ويرحم شهداء المسلمين. وهي احوال من الله تبارك وتعالى، وان شاء الله الله يصبر الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. بدي اسالك احنا موضوع حلقتنا اليوم موضوع اجتماعي عن الاشاعات. كيف الواحد لازم يتصرف لما توصله اشاعه ان كان عنه او عن حدا ثاني؟ يتكل الله تبارك وتعالى اول شيء بحاله وبالناس. وما يتاجر بالاشاعات. هاي يعني ما قلت للامه فيبتعدوا عن الاشاعات. شو بتسبب الاشاعات للناس؟ كثر الكلام. فلا بد انه الواحد يحفظ لسانه. احنا بدنا نشكرك، رح نعطيك هديه من برنامجكم كلك. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. جميل امي ان شاء الله. بنعطيك هديه مقدمه لكم سوبر ماركت الرحمه، وايضا هاي البلوزه من محطه وقود الزول. الله يجزيكم الخير بارتشك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا. عرفنا حالك. رائد عزب مطبخ الرائد. أهلا وسهلا فيك. كيف هيك تحضيرات وإحنا مقبلين على العيد؟ إن شاء الله إنه ينعاد علينا وعلى الجميع إن شاء الله بخير. كيف شايف الأوضاع الناس؟ يعني الحمد لله الأوضاع منيحة. طيب بدي أسألك، إحنا اليوم نسأل عن الإشاعات، كيف واحد لازم يتصرف لما توصله إشاعة؟ إن كان عنه أو عن صديق له. إشاعة؟ تعرف الناس تحب كثير بنسمعها إنه تطلع إشاعة فلان على محل فلان. لا لازم الواحد يطمن، بعدين اللي وثقان من حاله مش لازم لا يسمع إشاعات ولا أي شيء. فاهم شو؟ لازم يطمن ويعرف بالضبط شو الإشاعة هي بالضبط ولا شو. يعني تأكد من الخبر بالأول. طبعاً آه. مشاهدينا أنا متواجد أمام بوتيك سامي في قرية عرعرة، بوتيك سامي موجود مقابل مكتب العمل وعم بحضر حاله البوتيك للعيد، والأواعي كلها صارت جاهزة ومن أحلى الماركات العالمية. تعالوا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام. عارفين حالك؟ عثامنة أميرة. بدي أسألك شو رأيك بالتخفيضات اللي عاملها سوبر ماركت الرحمة؟ أرخص محل وأحسن محل. أنت أول مرة بتيجي ولا بيجيتك قبل؟ لا باجي بس هذا أرخص محل. أول شيء بفوت على المحل، شايف؟ شوف المحل مظبط وهذا بنبسط. صدق الإشاعة، مش كل شيء بقوله مثلا بصدقوا. خديجة خضر بفنة. أهلا وسهلا فيكي. بسألك شو رأيك بالتخفيضات الجديدة اللي عاملها سوبر ماركت الرحمة؟ كل واحد كل ما يفوت هنا برضو عنده تخفيضات وفيش احسن من هنا. اول مره بتيجي؟ لا دائما باجي. طيب بدي اسالك عن موضوع حلقتنا اليوم، نسال عن الاشاعات. بتعرف الواحد دائما بخرفوا قصص بألفوا قصص عن الناس وبيطلعوا اشاعات. شو رايك في الموضوع؟ هاي القصه هي مش منيحه وبرضو قصه غير ملام فيها يعني شائعه في البلد. طيب شو رأيك الواحد لازم يتصرف؟ شو يعمل لما بسمع إشاعات عن الناس؟ لازم يعملوا حل لها وحدود لها، وبرضه لازم يطلعوا لها حلول. مشاهدينا في محل ماي فلاورز في قرية كفر قرع بجانب أوبتينايز فرع كفر قرع، محضرين لكم زهور وورود خصيصا للعيد، مش بس للعيد، لجميع أنواع المناسبات. إذا واحد حب يشتري خطيبته يهديها هيك، إذا عيد ميلاد، إذا اثنين عم بيحتفلوا بعيد زواجهم، جميع أنواع الورود وتنسيق رائع وبجنن. مش بس هيك، أيضا المزهريات اللي بتنحط فيها هاي الورود مصممة بشكل جدا خاص وجدا رائع، وراح توصل ايضا كميه مزهريات جدا مختلفه ما شفتوهاش قبل في هذا المجال وفي هذا السوق. مش بس هيك، احنا كمان بنوزع هدايا قيمه جدا من هون من ماي فلاورز، فتعالوا وحضروا حالكم واشتروا، وراح نعمل لفه في المحل
حتى تشوفوا الورد الجميل. مشاهدين، أنا متواجد في سوبر ماركت نظم أبو راشد زي ما أنتم شايفين، رغم كل الأوضاع الصعبة لأنه الناس ما زالت عم تيجي وتشتري وعم تحضر حالها للعيد، وكل وين؟ في سوبر ماركت نظم أبو راشد، فتعالوا وحضروا حالكم. الله يرحمه. تعيش. الله يرحمه. الله يرحمه ولا الله يرحمه. زاد في النية يعني. الله يرحمه. ايش بس متاسف انا شوي مريض، عندي الحم عالي فمجبور اضبط اوتار الصوتيه. في صوت؟ تفضل. في صوت مش بارك تبارك 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 اطلع لبرا ولا اطلع لبرا اطلع لبرا نيو انا جاهز. شو بتحضر في ارواح انت؟ لا هاي انا عندي عقده نفسيه، عندي عقده نفسيه من وانا صغير، كانت الطير الرقطيه يضل على الشباك فيعمل بفهمش عليه، بس افكر امي بنادي ولكم من اتخذ ولا بعدين تطلع لنا بموسم تزاوج البس يعني تفتح الشباك فبتعمل ياو، فحس ابوي بنادي علي ولكم، فعندي شوي انا انفصام بالشخصيه مره ثانيه. تفضلوا ايش عذرينك عذرينك بلاش سرعه. يلا تفضل قدم لي. طيب بدي اعمل برنامج تلفزيون زيكم يعني جديد عبر قناه معا الفضائيه، برنامج بيست تالنت. أحمد أبو سلعوم يهجم على عمار حسن، دلال أبو آمني تغني هيفاء وهبي، دينيس أبو رقبي بتروح البيت. والآن معنا عبر الأقمار الصناعية الداعية الإسلامي عمرو خالد حتى يقيم لنا مباراة ريال مدريد وبرشلونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بالنسبة لي يعني مباراة برشلونة صراحة بحاجة أشجع برشلونة، وديدي مع بنتريوم يا ربي يا زلكلالي والإكرام، يا ربي يا زلكلالي والإكرام، أنجح برشلونة أنجح برشلونة. تصور يا أبو سلعوم ميسي قصير بس كبار، قصير بس كبار يا رب. بالنسبة لعمار حسن مطرب صوته حلو يعني الحمد لله، في نهاية البرنامج ندعي وكذا ربنا ينجح بيست تالنت، يا رب ينجح بيست تالنت. الحمد لله الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله. وسهلا فيك. أهلا بيك يا مبيد الحبيبي. شو رأيك بمقع هواك؟ والله مقع هواك ممتاز، راحة، ومنيجي أنا الشباب كلياتنا مننبسط، نحضر لعبات، نحضر مسلسلات، ونتخرف يعني الشباب مننبسط الحمد لله يعني. الحمد لله. طيب إحنا نسألك عن موضوع حلقتنا اليوم عن الشائعات. اليوم كثير ناس بتطلع شائعات أو بتألف، ومرات بتكون قصة مزبوطة ببهروها بزبطوها، وبدي أسألك كيف واحد لازم يتصرف لما يسمع إشاعة بالذات إذا عنه؟ أول شيء بالنسبة للشائعات، إحنا موجودين بشهر شهر كريم، شهر رمضان مبارك. أنا بقول بالنسبة للشائعات، الشائعات يا عمي تقدر تصل لأشياء كبيرة، توصل حتى لأقصى درجات اللي هي الكتل. أنا بقول الشائعات لازم واحد لما يسمع شائعة، أنا بقول إنه لازم اللي عنده توقف الشائعة أو يبعدها يوقفها، اللي ما يبكاش هو عنده وسيلة يضخمها للأشياء هاي، لأن السطرة على الناس السطرة على كل الناس
مطلوب به هذا في ديننا الإسلام، وأنا بقول حرام هذا الإشي، والواحد لازم يتأكد من كل إشي بسمعه، أو إذا مش متأكد منه فيتجاهل عنه ويبعد عنه وما يفتحش الموضوع ويكبرش الموضوع أخر مرة. أنت أنت بتلعب كرة قدم مزبوط؟ مزبوط. طيب بدي أسألك، بكرة القدم معروف أكثر إشي بيطلع عليه شائعات؟ مزبوط. هو الفنان والفنانين. صح مزبوط. هل تعرضت مرة لشائعة مثلاً، أو بتعرف عن ناس بيحكوا كثير عن اللاعبين بالذات؟ طبعاً أنت بعيد صح مزبوط، بكرة القدم في كثير شائعات بتصير، بس أنت إحنا بنحكي عن إشي اسمه رياضة، الرياضة في لها قوانين كثيرية. فاللاعب اي لاعب كره قدم بيسمع اي شائع عليه، هو زي قلتك انت كفنان برضو، فنان ولا لاعب كره قدم لازم يتقبل كل الشائعات ويعرف كيف يتعامل معها. اذا عرف كيف يتعامل معها هو بيطلع منها، اما اذا انجر وراها تبكاله مع الاعلام اللي مغطي كل الرياضه راح تبكاله مشكله كبيره. از الواحد لازم يعرف وانت يوقفها وانت يحكي فيها وانت كل هاي الاشياء تبقى معروفة له. يعني في النهاية بدي اشكرك وراح اعطيك هدية مقدمة لك من محطة وقود ديزول، من كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير حبيبي، وانتم بخير ان شاء الله. تسلم. اعزائي المشاهدين، امامكم المباراة بيست تالنت، احمد ابو سلعوم بالكرة، احمد ابو سلعوم يتقدم، يمرر دلال ابو تمرر لدينيس خميس، دينيس خميس الان لمن الكرة تهرب من دينيس، تمرر لعمار حسن، عمار حسن يسدد وجول لعمار. بيست تالنت، تأسف عشان بتأسف على اللي صار، يعني كنت فايت بالجو المونديال. تعرفوا يا جماعة الخير، المونديال بيجي مرة كل 4 سنين، وبال4 سنين في عنا ظاهرة غريبة بتصير، في نساء وصبايا وبنات بيظهروا مرة كل 4 سنين، فجأة بيصيروا البنات قال شو بيفهموا بالفوتبول؟ أي كل السنة بتتابعيش مباراة جائزة تفهم بالمونديال؟ قاعد أنا وصديقتي تطلع على الشاشة لعبة إسبانيا وهولندا. إسبانيا هولندا، إسبانيا هولندا. بسألها أنت يعني بتشجع مين أنت، إسبانيا ولا هولندا؟ لا أنا بشجع برشلونة وبموت بأشلي كول تاع تشيلسي. إيش صايبك؟ وفي النوع الخطر، في صبايا بالنسبة لهم لعبة الفوتبول عبارة عن ملعب مليء بالمزز، بتطلعوا بيختاروا اللعيب الاحلى. فبتيجي تسال واحد يعني انت بتشجعي هذا المنتخب الجزائر، بتشجعيه عن مبدا قومي عربي؟ لا. طب انت هذا منتخب الجزائر الحبيب بتشجعيه عن مبدا كروي؟ كمان لا. طب لكان بتشجعيه عشان ايش؟ بشجعه عن مبدا موززي. انا بعرفش ايش بيصير معهم، بس اللي بدي احكي لكم اياه كثير خطير، وركزوا معي، وهاي راح تندبوها خاصه المتجوزين. بتكون مره قاعد حد وعم تحضر بالمباراه اوروغواي وانجلند، اوروغواي بيجيبوا جول، هي جول لايطاليا. حبيبتي صحهم لابسين ازرق زي ايطاليا، بس هدول مش ايطاليا، هدول اوروغواي. هي هيجابوا كمان جول، هي هيجابوا كمان جول، صاروا 3. حبيبتي هذول إعادي. وتعالوا مع بعض ناخذ هيك لفة، ماشي؟ تعالوا مع بعض ناخذ لفة. تخيلوا بما إنه شاكيرا وجينيفر لوبيز ومحمد عساف حبيبنا طبعا غنوا في المونديال، فأنا تخيلت لو مثلا محمد منير يغني للمونديال شو بدي يحكي؟ بس لو سمحتوا موسيقى شوي عشان علي الكرة في السماء، لسه الجوان ممكنة، علي الكرة. أو مثلا فريد الأطرش، احتراما لفريد انزر جاكيت مع اني كرش عندي. يا حبايبي يا خسرانين، وحشني
غاليين لو غم أو فتح لو غم أو فتح ولاقيكم غالبين. وبنختتم مباراة اليوم مع المحلل الرياضي الأول الليمبي 8 جيجا. السلام عليكم أبناء أدمين. أنا عايز أقول في نهاية المباراة دي أنا ما تقولوش سندوشتات لأن دي بتديكوا طاقة مش مجهورية، يعني بتظروف عن ظروف غير متحاسبة في الطاقة طبقة الأوزون وفي مباراة مين؟ طب في نهاية البرنامج ده بطلب أغنية ست الحنان حنان أنت. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلين بك. عرفنا حالك المشاهدين. أستاذ أحمد فايز سابقا. أهلا وسهلا فيك. طبعا أنت يا أستاذ علمتني اللغة الإنجليزية. تشرف أني علمت واحد زيك. تسلم تسلم. أهلين بك. بالبداية بدي أسألك كيف شافك نهاية شهر رمضان مقبلين عليك؟ والله إن شاء الله أنها نهاية سعيدة على الأمة الإسلامية، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يحل السلام في المنطقة ويرحم أهلنا في غزة وفي الضفة وفي كل البلاد العربية من الحروب. إن شاء الله أنه سنة سلام تبكى ونهاية الحروب والأحزان عند الأمة العربية إن شاء الله. إحنا موضوع برنامجنا اليوم عن الشائعات، كثير مسمع شائعات توصل لواحد إشاعة عنه عن قرايبه عن حدا بيعرفه عن محل معين. شو هدف الشائعات وشو بالتأثير عنا؟ طبعا الشائعات هي إشي سيء جدا غير مقبول في الدين الإسلامي ولا في المنطق ولا في أي حال في المجتمع. القرآن الكريم نهانا عن الشائعات وقال إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم الإنسان يتأكد حتى لو بث أي خبر ما عدا أعراض الناس. طبعا ممنوع الإنسان يجيب سيرة أعراض الناس لأنه عنده عرض، يعني ومن لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله. الشاعر وصانا انه نبعد عن اعراض الناس ونحترم لانه كل واحد عنده عرض وكل واحد عنده مشاكل. ما بحبش الناس يجيبوا سيرته ما يجيبش سيره الناس. طيب وشو رايك كيف واحد لازم يتصرف؟ لانه في كثير ناس تتصرف بعصبيه وبتصدق دول. لا، دين الاسلام يمنع التعصب والعصبيه. هو دين هادي. الله سبحانه وتعالى توجه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لازم الانسان يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوه الصبر والهدوء. شهادة شهر الصبر، بقدر الصبر الانسان بياخذ حسنات مش بقدر ما بتعصب. وان شاء الله انه كل الناس يعني يبقوا هادين جدا ويبدا الواحد في داره وبعدها في المجتمع. في النهاية أسألك شو رأيك بمقهى عهوى؟ أنا والله برتاح للمقاهي. أولا هي مكان تجمع لشباب بلدنا بدل ما يطلعوا على المناطق البعيدة أو المناطق اليهودية، والأوضاع صعبة اليوم فيهاش أمان. كل الاحترام للناس اللي قاموا المحل هذا، وإن شاء الله أنه جمعة خير تبقى في محل هادي جدا واحترم. أستاذ احنا نشكرك ونقول لك كل عام بخير. شكرا على واجب وأنتم بخير. إن شاء الله ينعاد عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير إن شاء الله. مشاهدينا خلصت حلقتنا اليوم من هون من مقهى على هواك. احنا بنقولكم طبعا بما انه العيد جاي كل عام بخير رغم كل الاوضاع، بتامل تخلص الحرب على غزه قبل العيد. كان برنامجنا عن الشائعات، تامل كل واحد يستفسر ويتاكد من الشائعه قبل ما توصلوا، ولما توصلوا ما يصدقهاش احسن له. شكرا لكم، نشوفكم بكره في حلقه جديده من وقفتك كلك.